ناس بتبايع الرحمن وناس بتبايع الشيطان، وناس بتضل لحالة بالنص بدون ما حدا يحقق لها الحماية أو القوة. وانت فيك تختار يا ربيع، بس تذكر اللحظة اللي بتقرر انك تكون فيها معي هي لحظة أبدية لا تراجع فيها ولا ندم. هدول الكلمتين، التراجع والندم، تعمل لهم ديليت من مخك. دان قدرتي انه نيفين انتقلت من المدرسة؟ غادة، انا خايفة انه الشي اللي عملناه على الفيسبوك يكون غلط، بعدين انا ماني مقتنعة بالشي اللي سويناه. الاقتناع ما بنقدر نتوصل له بالتشدد والتعنق بآرائنا، لازم نسمع الرأي الآخر. ومين الرأي الآخر؟ مجموعة شباب عملوا صفحة على الفيسبوك، والله أعلم مين هن وين ساكنين ومين وراهم. الرأي الآخر هو نحن الشباب يلي تابعنا هي الصفحة وغيرها من الصفحات اللي نادت بالتغيير وصارت الفلاورز للصفحة. انت لازم تعطي حالك فرصة لحتى تكوني واحدة من هدول الشباب يلي رح يغيروا التاريخ. اليوم بتحضري اجتماعنا، بعدين بتقرري انت مع مين. ليش عم تحكي معي كأنه نحن بحالة حرب بين طرفين؟ لأنه نحن بحالة حرب بين طرفين، حرب العالم الافتراضي يلي عم يقود العالم ويغيره، والعالم الحالي يلي ما عم يتغير. حاستناك اليوم تحت الجسر بقرنتنا. هستناكي بكرة تحت الجسر بعد الدوام. هستناكي تحت الجسر. عم تشوف هلا ديالة على علمك؟ استاذ والله صار زمان ما شفتها. كمل كمل.
الشباب هم صنيعو الحرية والديمقراطية، فهم يبنون الأوطان والإيديولوجيات. الحرية غير مقرونة بفرص لبنائها. الحرية لا تحتاج إيديولوجيا. الحرية هي حالة فكرية نفسية تجربة إنسانية. والتغير الإصلاحي الطوعي هو الذي سيجعل الشباب يدركون حالة الحرية. أنا ترددت قبل ما أبعت لك هاي الرسالة، بس توقعت منك تليفون واحد بعد لقائنا، أو أنه على الأقل تبعت لي مسج تطمن فيها أني وصلت على البيت بعد ما تركتك. بصراحة أنا مصدومة بتصرفك، كيف هيك بعتتني بسيارة لحالي بدون ما تتنازل حتى وتوصلني؟ للحظة خلتني حس أني بنت رخيصة وما لي أي قيمة، لسبب بسيط أني رحت معك على البيت. كأنه كل وحدة بتروح على بيت واحد يعني إنه هي بتتحول للا شيء. حاسة إنه كلامي متفكك وما له أي معنى، بس anyway يمكن هو انعكاس لحالتي النفسية يلي سببت لي إياها. عائدة. صورة سارة. بس سارة هاي غير سارة اللي بتعرفيها، غير سارة اللي بتشوفيها بالعادة بالبيت. عم تضحك؟ هي أول مرة بشوفها عم تضحك. كل الصور اللي إلها براسي هي وعم تبكي وعم تصرخ. سارة كانت تشتغل عندك شي؟ سارة كانت أكتر وحدة مقربة لإلي قبل ما تعمل عملتها وتخالف القوانين. أي قوانين؟ قوانين عهدتني عليهم وخليت فيهم. أماني أنا مضطرة أفل، عندي سهرة في آي بي. واحذري عند مين؟ ساري راسي. سما، احنا لازم نحكي. منشان حق الفستان؟ بعد ما حكيت بابي، أول ما أرجع عبيروت بعطيك حقه. لا مش منشان حق الفستان، أصلاً أنت ما بيهمك غير حالك. أنا أكسسوار بتشكلي على خاصرتك وتجريني معك من محل لمحل. ليك أماني، إذا جاي تحكيني الحكي يلي حكيني إياه أنس حتى تحطميلي من معنوياتي بتكوني غلطانة كتير، وما تنسي أنك ببيتي. أنا ممكن أنسى أي شيء إلا هيدا البيت وأنه هو بيتك. ييه مش ناقصني دراما. بيك اعتد علي. أنت مبين مضروب على راسك وعم بتهلوسي. بيك اعتد علي. اعتد علي يا سما، اختصبني آخر مرة نمت عندك لما هددته بأنه قليك راح زوجني عرفة
بس طلع هذا الزواج كله كذب بكذب. طلع جاي البلين محاسب تبعه يكتب لي كتابة، قال عامل لي حاله شيخ. اسكت 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 اسكت. هلا بدك تقنعيني انه انت ما كنت مبسوطة فيه؟ ما كنت مبسوطة عم يختص بيك؟ هذا كل شيء اللي طلع منك يا سما. فكرتك رفيقتي، فكرتك حتتعاطفي معي وتوقفي جنبي وقتها تعرفي هالشيء. بتعاطف معك؟ ما زال كنت شايفه يلي عم يعملوا مشكلة ليه تجوزتي؟ اما هيدا كان هدفك تحتى يصرف عليك. وانا اقول من وين كل هالمصاري والتياب عم تجي؟ سما في ناس بتختار شو تبيع وشو تشتري، وانت اخترتي شو تبيع وشو تشتري. اماني مبروك عليك، ما حدا غيرك بينلام، وانا ما بقدر ساعدك بشي. هيدا يلي طلع معك يا سما بعد كل شي حكيت لك اياه؟ اللي صار باختيارك وصداقتك هلا ما بقى بتعني لي، مثل ما قلتي كانت اكسسوار. بقى تفضلي اطلعي برا وما بقى تفرجيني صورة وجهك. بس انا ما عندي غيرك. قلت لك القلعه من برا، القلعه من برا عم اقول لك اطلعي برا. عن جد سارة كانت تسرق وتشتري مخدرات؟ الله يوفقك قلي الحقيقة، أنا كل هالسنين ما عم بسمع غير هالقصص عنها. سارة كانت تشتغل معي بالتوزيع. أنت بتوزع مخدرات؟ إيه مخدرات. ما المخدرات مثلها مثل أي شيء تاني، مثلها مثل الفاست فود، مثل البيرة، مثل الشوكولا، مثل أي شيء بيوهبنا السعادة وممكن بنفس الوقت إنه يأذينا. إيه بس المخدرات بتشل العقل؟ اه سوري، يعني المهدئات اللي بتاخديها ما بتشل الدماغ. تالا احيانا نحن بحاجه انه نوقفه لهاد مشان نعمل له ريستارت ليرجع فريش ونفكر صح من اول وجديد. هاد يلي كنت انا عم حاول فهمه على سارة، بس سارة صارت تاخد المخدرات هوت ما توزعها، ولما دريت بهذا الشيء سألت كتير. والكينج لما بيزعل يعني بيغضب، وطلبت منها حق المخدرات، ومشان هيك صارت تسرق وصارت تعمل أشياء تانية لحتى تأمن حقهم. يعني أنت السبب موت سارة؟ أنت اللي خليتها تسرق مشان تدلك مصاريك؟ انت ورا موتى ورا كل شي عم يسويه ابي فيني. اللي صار لسارة كان بسببها. انا حاولت ساعدها كتير بس هي ما رضيت، كانت معندة كتير. حاولت انه ريحها من حالها، ريحها من ابوكي وجيبها سكنها هون عندي بغرفتها، بس ما كانت ترضى. وما كانت ترضى بسببك انت، ما كان بدها تعذبك، ما كان بدها ابوكي يساوي فيكي مثل ما ساوى فيها. هيك ببساطه ذاتس ات. معقول وحده عرسها بعد يومين وبتقعد هيك مبوزمه وزعلانه؟ خايفه من هالمرحله، اكيد كل حياتي رح تتغير. بس في شغلات كتير حلوه رح تعيشيها بهي المرحله. شو قصدك؟ يعني علاقة مع رجل، شخص يكون امتداد لإلك، لشخصيتك، تشاركيه كل شيء بحياتك. الزواج مسؤولية، يعني طبخ ونفخ وغسيل وبيت وحب. حب؟ اي حب، في أحلى من الحب بالحلال؟ الله موصينا إنه ما نعمل شيء إلا بالحلال. بدي أسألك، حكتك أمك بقصص الزواج وليلة الدخلة؟ شو هالحكي؟ أنت لساتك عزابية وما لازم نحكي هيك حكي. سؤال شو فيها؟ ما بيجوز. طب سؤال شو؟ هل عن جد نسوان قبل ليلة الدخلة بيجوا بحموم العروس؟ لك شو هالحكي؟ أنا على ذمة شب ومخطوبة وما بيطلع مني هيك حكي. لا يلفظ من قولا إلا لديه رقيب عتيد. بعدين أنا صممت شوفك اليوم لأنه في أمانة بدي أعطيك إياها توصية ليوسف. ليش لساتك عم تحكي معه؟ لا،
من وقت اللي صار بيناتنا ما عاد حكيته، بس لازم يعرف الألم اللي سبب لي اياه. يا شهد لازم تتجاوزي اللي صار، والا ما رح تقدري تطلعي من الموضوع. مشان هيك بدي اياكي توصلي هالرساله ليوسف. طيب شو كاتبه فيها؟ شرحت له كل شيء صار وليش عملت اللي عملته. يوسف ما كان يفكر الا بالجنس، وشرحت له اذا بده يضل يفكر بالبنات بالعلاقه الانيه فهو غلطان كثير. طيب شلون رح وصل له هاي الرساله؟ رح اعطيكي رقمه وبتشوفي بشي محل. وليش هيك عم تحكي وبصوتك في زعل؟ لاني حاسه انه جرح يوسف لسه ما طاب، على الاقل جواتي. يوسف كان اول حب بحياتي، يعني انطوائيتي وطريقه تربيتي وخوفي من الله كان يخليني كثير التزم بعلاقتي مع الشباب، بس انا فعلا حسيته. بتعرفي احيانا بكون قاعده مع خطيبي بتطلع فيه وبقول لحالي معقول هذا الشاب رح يصير جوزي ورح كمل كل حياتي معه؟ بتمنى احيانا انه يكون يوسف هو اللي قاعد جنبي عم بيمسك لي ايدي عم بيلبسني الخاتم. بس الحب مو دائما بقودنا لمرضات الله. بس خطيبك ابن عيلة وغني. بس هو مانو يوسف. بتصدقي لما كنت اسمع يوسف شو كان يصير فيني؟ كان قلبي يدق بسرعة ودي يبردوا وكل جسمي يقشعر. بس هالإحساس كله ما بحسه مع خطيبي حتى لما يكون ماسك لي ايدي. الزواج غير الحب يا شهد. يمكن هيك، بس نحن جربنا الحب بس لسه ما جربنا الزواج. هلا بدي اياكي توعديني انك توصلي هي الرساله. خلص ماشي. خير؟ شو مبين قاعده لوحدك؟ قاعده ناطرتك. كنت عارفه انه ما راح فيي الاقيك غير ما انطر. سما انت سامعه حالك كيف عم تحكي معي؟ وشو الطريقه يلي بدك اياني احكي فيها مع واحد سايكو بيغتصب بالبنات؟ لشو انت جنيتي؟ أماني حكيت لك كل شيء بالتفاصيل. أماني هيدي وحدي بتهيأ لها. ما في داعي تدافع عن حالك، لأنه أنا بعرف كتير منيح كيف بتنام مع البنات وبتضربن. أنت شو أنت؟ ولا مرة فكرت أنا شو بتكون ردة فعلي إذا عرفت أنت كيف بتعاملن البنات؟ بعدين أنا كيف بدي أحترمك؟ أصلاً أنا إذا كنت بحترمك. سما ما بصير تحكي معي هيك، أنا بيك. حتى تكون بي في مقومات لازم تكون عندك، وانت كتير بعيد عن هالمقومات. بعدين انا ماني جاي حاسبك، انا جاي اطلب الكريدت كارد تشيل عنا البلاك لاني طالع على سوريا وبدي اعمل شوبينج. ونازلي على الشام بهالوقت؟ ايه، وبدك تبعت معي الشوفار ويرفقني كل الوقت. انت جنيتي؟ والافضل تعطينا الكريدت كارد الجديد لانه البلاك بياخد وقت حتى تشيله. هيك اذا بدك كان انسى موضوع اماني. دق له للشوفير. الكاش اماني يا ماما. شو بك ليه عم تبكي؟ ما بني شي. شو صار اليوم حتى رحتي وجيتي زعلانة؟ مين زعلك؟ ما حدا مزعلني. طيب يا ماما أخدت الدواء؟ أخدته. وما بدك تخبر الماما مين مزعلك؟ طيب إذا ما بدك تقولي لي لإلي قولي لحدا من رفقاتك، لسما أو حدا من رفقاتك على الإنترنت. لا أنا وسما بطلنا أصحاب. كرمل هيك معصبة لأنكم ما عدتوا أصحاب. هشلتني من البيت. بسيطة يا ماما، بتكون معصبة. قالت لك تما تجي لعندها، سما بتحبك. أنا ما حدا بيحبني. لا يا ماما، ما تقولي هيك. أنا الماما، ما بكفي تقبريني. لازم نلبس هدول ونتدرب على المشي فيهم، بدنا نحضر فيهم الاجتماع. عباية يا غادة عباية، مشان ما حدا يشتلق علينا، بلكي كان البيت مراقب. طيب مازال ما عم نعمل شي غلط، ليه لحتى نلبس هيك؟ من باب الحذر والاحتياط، بعدين هي توجيهات الكينج. طيب كيف هذا بينحط؟ قربي لشوف. هو
بلكي اشتلق حدا علينا ونحنا هيك. ما حدا حيشتلق، البيت اللي رايحين عليه في عرس للواحد من الساكنين فيه، وقت الاجتماع هو وقت العرادة، يعني الحارة معجوقة. بعدين مين بده يشك ببنتين منقبات؟ المهم تدربي على المشي عليها، مشان بتكون المشية طبيعية. ورجيني لشوف. امشي. لك تضربي واحدة بتكون لابسة عباية بتقوم بتمسكها مشان ما تتفركش فيها. ايش شايفتيني طول عمري بلبس عبايات انا؟ فكرتك منك جاية. سوري صارت معي شغلة اخرتني، بعدين شوفي بعد ما غيرت تيابي. طيب هلا بخلي حدا يساعدك ويطلك على الاوضة لتغيري تيابك. اوكي؟ اوكي. جد ماني فهمانة عليكي، ليش كل هالاحتياطات إذا كان هدف هاي التجمعات هو مصلحة البلد؟ هاي هاي، انت الموضة الجديدة؟ انا ساميتا رفيقتها لوليتا، جاي من بيروت احضر سهرتك. وليش حامل البيروك؟ كنت عم جرب اذا بيطلع حلو علي. بتحب البيروكات؟ بحب كل شي غريب وكل شي مش عادي. اها، وقديش عمرك ساميتا؟ 22 سنة. مبين عليك اصغر من هيك. طب لكن بقفل الباب تاني مرة بس تكوني بالغوضة. أوكي؟ أوكي؟ أوكي، على فكرة أنا من الفانس تبعك. أها؟ أوكي، شوفت لكم. سيو. يا أيها الشباب الأحرار، لتقوى صيحاتكم ولتخرجوا من زمن الصمت الطويل من الخوف ومن التبعية للاضطهاد والقمع الذي تمارسه عليكم الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة. ها هم شباب تونس قد تكلموا، أين أنتم؟ على طاولات المقاهي تسندون جدران الشوارع، غارقون في غرف الشات والمواقع الإباحية في فانتازيا الحب والرغبة، أين أنتم؟ ألم تسألوا أنفسكم لماذا معظمكم عاطلون عن العمل؟ ألم تسألوا أنفسكم لماذا بعضكم لا يستطيع الزواج وتأمين بيت للمعيشة؟ هل تسألون أنفسكم أنتم متى ستتحررون من ظل الخوف الذي يحبس كلمتكم؟ إن كنتم تنتظرون من يحرركم فلن يحرركم إلا أنتم وفقط أنتم، فاخرجوا ونادوا وطالبوا بحريتكم والنصر لكم، واعلموا أن النصر حليفكم. ابنوا معا مستقبلا حر وأشعلوا شعلة التغيير بأيديكم، وسيستجيب القدر لإرادتكم الحرة. اخرجوا ونادوا حرية حرية حرية. لك مين هذا الكينج؟ هذا ممكن يكون اي حدا،
ممكن يكون عم يحكي من اي مكان بالعالم. هي اكيد وحده منهم. اكيد وحده مدسوسه. سيرين شو هالحكي اللي عم تحكي؟ الكينج هو اجرأ شاب سوري، لك بكفي انه حط حياته على مقص لحتى ياسس هي الصفحه، وهي رح تحرر كل شباب سوريا. اذا كان في حدا عم يحط حياته على مقص فهو نحن وشعبنا. اكيد هاي البنت بعتنا لتجسس علينا. يا شباب نحن عم نحكي انه بدنا مجتمع حر وديمقراطي، المفروض نسمع الراي الاخر لو كان ضد يلي بدنا اياه. لانه نحن ما بنعرف من ورا هاي الحملات اللي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، واذا كانوا هن فعلا معارضه مشروعه، ليش ما عم بيقدموا حالهم كحزب معارض؟ ليه لحتى يخافوا ويخبوا حالهم؟ حزب معارض؟ ليش الدولة عم تبرر تعترف بالمعارضة؟ يمكن هذا هو التغيير اللي نحن لازم نطالب فيه، تغيير المبني على مطالب، مو على انه نهدم كل شيء بنوه اللي قبلنا. نحن بدنا التغيير، مو هيك يا شباب؟ وانا ما عم اقول لا للتغيير، بس معقول يا شباب نحن نقبل انه يقودنا واحد مثل الكينج ونصير عبيد لافكاره المعتمدة على آرائه الشخصية بالبلد؟ يا شباب الحرية مو هو انه يتم استغلالنا بالحرية اللامحدودة للعالم الافتراضي، الحرية هي حرية الفكر اللي بتخلينا نفكر بكل شيء عم يصير حوالينا ونحكم عليه بمنطقية. المنطق هو حجة الضعفاء والجبناء، نحن بدنا التغيير مو هيك يا شباب؟ طبعا بدنا التغيير. انت ما فكرت تصيري موديل؟ لا ولا مرة. غريب مع انه عندك المقومات تصيري موديل وموديل مهم كمان. ميرسي. لازم على كل حال نحكي بهالموضوع على رواق، بركي بقنع كثير موديل. وين نايم اليوم؟ عند مامي. ليش الماما مش ببيروت؟ مامي وبابي مطلقين. مطلقين. تشيرز. 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 ضروري اليوم تنامي عند امك؟ انه ضروري اصلا تقولي لها انك بالشام؟ طيب إذا ما نمت عند مامي وين بنام؟ فيك تنام عندي بالفيلا، وهيك بيكون معنا وقت أكتر وأطول نحكي بموضوع الموديلينج. أوكي فكر بالموضوع. على كل حال فكري بالموضوع من هلا لآخر السهرة، وإذا أوكي بياخدك شوفر تبعي لعندي وبرجع أنا بالهايك. أوكي أوكي. انت مشوشه يا سيرين، الخوف يلي ساكنك هو يلي عاميكي وما عم يخليك تشوفي الحقيقه. حقيقه؟ لك انه حقيقه هي اللي انت عم تحكي عنها؟ يمكن هذا هو الشيء اللي مشوشني. حقيقه؟ لك انا ما عم بعرف مين اللي عم يقول الحقيقه. الحقيقه ما بتنعطى لنا، نحن لازم ندور عليها ونكتشفها، والشيء اللي عم نعمله هو اللي رح يوصلنا للحقيقه، ما هيك؟ طبعا. كيف ونحن منقادين من حدا ما بنعرفه؟ يا غادة كل مجتمع له ميزاته اللي بتختلف عن المجتمعات الثانية. انت خايفة، خايفة من التغيير. نحن دائما هيك نخاف من الشغلات يلي ما بنعرفها. انا خايفة علي وعليكي، خايفة على امي وامك، خايفة على البلد. انت لازم تروحي على البيت وتهدي حالك شوي وفكري باللي سمعتي، وبعدين قرري انت مع مين. بوي فرند تبعي طلع كذاب وإله علاقة مع وحدة تانية، والزواج العرفي اللي كان بيني وبينه كله كذب كذب. أنت متأكدة من هالحكي؟ هاي أكتر شغلة متأكدة منها بحياتي، هاي العلاقة دمرتني. أنا فقدت عذريتي فيها، والمشكلة أنا ما فيني أقول لحدا، لا لأمي ولا لرفقاتي. طيب ما عندك رفيقة مقربة إلك فيكي تسقي فيها وتحكيها عن الموضوع؟ لما قلت الموضوع لأقرب رفيقة إلي أو اللي اعتقدت إنه تكون رفيقتي كذبتني وقالت إنه كلامي هو مؤامرة لحتى شوه شخصيتها وشخصية أبوها. يعني كان إلك علاقة مع بي رفيقتك؟ هاي العلاقة خلتني حس إني بشعة وإني ولا شي، وانه ناقص خبرتي الجنسيه هو اللي خلى ايمن. اسمه ايمن؟ خلى ايمن يتركني. هيدا انسان حقير، وانت لازم تكوني مبسوطه انك اكتشفتي حقيقته هلا. في بنات ما بيكتشفوا هيك حقيقه الا بعد ما يتزوجوا، وقتها بينحبسوا قلب علاقه ما بتعطيهم الا الحزن. مدموزيل سما تفضلي معي. بس انا ناطره ساري وقال انه بيكون هون. تفضلي معي. بس هو قال لأنه بيكون هون. تفضلي معي.
تعبان شوي. شو في؟ شو صاير؟ قوليلا قوليلا خليها تشوف من كتر شره طلع براس واحد منا. مشان الله احكي لي شو صاير. والله ما في شي يا امي، مرضانة شوي. لساتك بتخافي علي وقاتلي همها؟ قوليلا قوليلا انه طلع معك كتلة. عن جد الحكي اللي عم يقوله؟ ايه عن جد. من كتر ما نقيتي وعملتي مشاكل طلع مع امك كتلة. انبسطتي؟ هي امك رح تموت وانت رح تضلي مأمزة بوشنا. كرمال الله يا مصطفى ترحمها لهالبنت، كرمال الله عمل لك. عن جد اللي قالوا؟ شلون هيك صار؟ كان في كبتولة صغيرة تحت صدري بشوي، شفتها أكثر من مرة. سألت جارتي قامت قالت لي لازم روح على الدكتور، وهي جيت أنا وأبوكي من عنده. قال لي طالع معي ورم بصدري. كل هالشي عم يصير فيكي ومالي عرفانة؟ شو بدك تعملي لي لك بنتي؟ انتي ليل ونهار مشغولة. وهلأ شو؟ شو بدنا نعمل؟ قال الدكتور لازم أعمل إيكو وأشعة لحتى يحللوا الكتلة ويشوفوا إذا سليمة ولا لا. لا إن شاء الله بتطلع سليمة، ما بيطلع عليك شر. أمت بدك تروحي تعملي التصوير؟ بكرة. أنا رح روح معك، خلص ما رح أتركك لحالك. لك حاجة تنقي بدنا ننام. مازن يلا على تختك. نحن ليش هون؟ لأنه أنا حابب شوفك لحالنا. أنا شخصية عامة وما بحب البرايفت لايف تبعيتي تعرف عنها كل العالم. شو يعني؟ تستحق إذا حدا بيعرف؟ أنت ليش جيت لهون؟ مع أنك ما بتعرفيني. لا أنا بعرفك، بتابع لك كل أغانيك، بتابعك على الفيسبوك وبحضر لك كل إيفنت. هذا ما يعني أنك بتعرفيني. يمكن جيت حشرية، أو يمكن لأنك وعدتني أنه نحكي بخصوص الموديلين، أو يمكن بدك اللي بدي أنا. ليه؟ انت شو بدك؟ انتي خايفة، خايفة من التغيير. نحن دائما هيك منخاف من الشغلات يلي ما منعرفها. انا خايفة علي وعليك، خايفة على امي وامك، خايفة على البلد. انتي لازم تروحي على البيت وتهدي حالك شوي وفكري باللي سمعتي وبعدين قرري انتي مع مين. Thank you.
طب خليكي هون انه ضروري تروحي بهالوقت؟ لا ما بدي ابقى، بدي اروح على البيت. طب خليكي بعد شوي، بدي اروح ارتاح ببيتي. anyway شوفيري واقف تحت، بس بدك بياخدك على سيارتك. تليفون احنا شباب اليوم، افري بيت اللون واغني مليون، ما حدا عم يفهم مشاكلنا اليوم. وينك يا كينج اي دويني هون، ما حدا عم يفهم مشاكلنا اليوم. وينك يا كينج بديك معي هون. استغلال الشباب مشاكل فيسبوك، حريات افكار ثورات بالفيسبوك. سمعتوا عم بيقول حريات لما كل همه بهالحياه فوضى تخريب ومخدرات. ركز منيح اوعى تغلط مع الكينج لما تحكي، وقتها ممكن تندم تروح تقول والله قال لي. ما حدا رح ينفعك لما يشوفك عم تبكي، ما الك الا الكينج. ريلاكس اند ستي وذ مي. حريه بالافكار بنات معتقدات، فيسبوك انترنت يوتيوب معتقلات، تفاهات ايميل تشات مراسلات. يور بيست فريند مات بسرعه، بعد مسجات عم تنكسر. لا شغل وما مصاري عم تنتظر، مفلس عم تجحد بحياتك ما بتنتظر. رح اقول شغله وبس، انه بس لهون شيفون مع الكينج اند يور جون. شيفون احنا الشباب اليوم، افري ديت اللون والابدي في اللون. ما حدا عم يفهم مشاكلنا اليوم. شباب عم نعيش بالشارع على مهل، ما حدا بيفهمنا لرفقات ولا أهل. بيقولوا عنا أغبياء عايشين بهالجهل، لا تعرف شو قصدي هذا شي ماله سهل. كله عم يعيط علي وعم يرفس، بالأخير أمي بتقلي بهالنعمة ما ترفس. مقضي لي إياها سهر دخان وما عم تدرس. بابا اسمعني منيح ما دخلك شو بلبس. What gives you the right to tell me what to do when everything I'm saying comes back to you. بتقلي ما تسهر لأنه مالك قدي، وانت بترجع ستة الصبح مع وحدة عمرة قدي. بتقول ممنوع تدخن وإلا حسابك عندي. روح شوف حالك كيف دخانك ما بيهدي. رح أقول شغلي وبس، إنه بس لهون شيفون مع الكينج and you're gone.